يتوافد المواطنون على هذا المسجد لا للصلاة هذه المرة بل لأخذ لقاح كورونا، فالمساجد والحسينيات فتحت أبوابها في البصرة هنا لاستقبال غير المطعمين بعدما تحولت إلى مركز لإعطاء جرعات اللقاحات بهدف إسناد المؤسسات الصحية التي تشهد زيادة في نسبة الإقبال عليها. بيوت العبادة بها مساحات واسعة توفر لنا تباعد اجتماعي، إضافة إلى هذا أنها كواعز ديني كواعز اجتماعي عندهم استقطب الناس بصورة جيدة جدا. استعانة وزارة الصحة ببيوت الله لاقت ترحيبا شعبيا في ظل ما توفره من تباعد اجتماعي وأجواء مريحة لكبار السن، حيث عدها بعضهم محاولة لكسر عزوف غير المقتنعين بعد بتلقي التلقيح بالنظر إلى دخول البلاد مرحلة عصيبة في مواجهة الجائحة. ما شاء الله المسجد مكان واسع وبارد، جاي نشوف اللقاحات بالمستوصفات بالمستشفيات، صير ازدحام والجو حار وسرة وناس كبار هي محتاجة اللقاح، ففكرة المسجد أشوفها كلش يعني فكرة تمام. كجزء من حملة الحكومة لزيادة عدد من تلقوا اللقاحات، نشرت الصحة مفارز طبية في المساجد ومؤسسات الدولة والمراكز التجارية لتسريع التطعيم بسبب بدايته البطيئة في البلاد. الحكومة في البصرة بدورها أصدرت أوامر لدوائر الدولة الرسمية بعدم سماحها بدخول المراجعين والموظفين الذين لا يحملون بطاقة تلقيح ابتداء من 5 أيلول سبتمبر المقبل، وذلك للحد من انتشار السلالات الجديدة والمتحورة لفيروس كورونا. أي دائرة من دوائر الدولة تطلب من عندها فرقة صحية ممكن نوجهها ويعطون اللقاح. التعاون الآن أفضل بصراحة من السابق، وطبعا هذا بصالح المواطن. رصد حملات التطعيم ضد كورونا يشير في البصرة هنا إلى أن هناك تزايدا في عدد الأشخاص الذين يقبلون على أخذ اللقاحات، إذ صارت المحافظة تسجل يوميا أكثر من 5000 جرعة تطعيم. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.